بكم كبير من القهر والحيرة والعجز تجلس هذه السيدة العراقية وهي ترى دارها قد صار كومة حجارة بعد أن كان ثمرة سنين طويلة من العمل والفقر والحاجة. من هنا بدأت الحكاية، حي قنطرة السلام بمحافظة كربلاء كان ساحة لإجراءات قد لا تكون معروفة في بلدان العالم الثالث، لكن في العراق الأمر مألوف. مديرية ماء ومجاري كربلاء تهدم العشرات من دور المواطنين في حي قنطرة السلام والتي يقطنها أكثر من 500 أسرة بغية استملاكها. شنو ذنبنا؟ قرار عندنا من المحكمة، فلوس دافعين، صار لنا سنين احنا قاعدين هنا، وين كانوا؟ من دقينا بتلو وبنينا وبدينا، وين كانت المجاري؟ وين كانت المن هذا تابع لياجها؟ ما ندري ياجها. الله يقبل محمد، ناس موظفين قوة دبرناها. أهالي الحي أكدوا أن دورهم شيدت منذ سنة 2014 بأوراق أصولية يعززها قرار من المحكمة، قاطعين بذلك كل الذرائع التي يتذرع بها عادة المسؤولون الحكوميون بأن تلك المنازل بنيت على أراض مملوكة للدولة، لا سيما وأن قرار التمليك لدائرة المجاري صادر عام 2016. عمي احنا كله أصولية، هاي أصولية ابن احنا، خلي تشوفوا من خلال قناتكم، هذا كله أوراقي أصولية أنا. القرار قالوا استملاك دائرة المجاري بال 2016، احنا مشترين ب 2014، انا رجال مشتري ب 2014، ومن 2014 لحد الان قاعد ابني. جل اهالي تلك المنطقة هم من ذوي الدخل المحدود وبعضهم من النازحين، وهذا ما يزيد الامر تعقيدا، فبالنسبة لهم ان هذا القرار جائر، كما اكدوا ان عملية الهدم جاءت بدون سابق انذار. يجينا مجاري من 2016 يستملكها على اساس يقول هذا لنا زين، واحنا وين نطوي جهنا يجيب الشوفلات يفلش بيوتنا، بهذل يجون الناس بيها ويجي يضرب الشوفل عليه. يعني انا الجهال جوا بالبيت جايين يدون فشون خلف الله على شو اسمه بنتي جايه واقع بنت شو اسمه بالشارع، يا قوه من اخذتهم، يعني الله ما يقبل هالشيء هذا. ما جرى بكربلاء سبقته إجراءات مماثلة في بغداد وغيرها من المحافظات وبذرائع مختلفة، لكن ما يفاقم معاناة المواطنين عدم توفير البديل وعدم اكتراث المسؤولين بما يعانيه المواطنون.